dear ministers, and all the distinguished guests. You are welcome to Kaya. I will continue in English. So we just like to give you a brief description. أكثر عدد ممكن لكن في القدرات الحالية ممكن نديروا 7 ملايين كمامة في اليوم في الأسبوع عفوا كل أسبوع ممكن يكونوا 7 ملايين ونزيدوا أكثر إن شاء الله إذن هذا في على مستوى الوطن على كل المصانع اللي موجودة في الوطن وهذا رايح في الارتفاع إن شاء الله ونكون نديروا تغطية نسبية ليست 100% لكن نسبية ومهمة لكن الآن لازم المواطن يستعمل الكمامة عندما توصلوا لازم يستعملها مثل الدواء عندما يأخذ الدواء يروح للصيدلية يأخذ دواء لاستعمال الدواء وبالتالي الكمامة كذلك أصبحت ضرورية إلى حين ننتهي من هذا الإشكال هذا سيمتد حتى بعد العيد 15 يوم بعد يعني ربما يوم 28 ان شاء الله اذا احنا نعطي كل النصائح للمواطنين والمواطنات باش يتكفلوا بهذا الموضوع هذا وياخذوه بعين الاعتبار وتكون مسؤوليه فرديه وجماعيه وبالتالي الان استعمال الكمامه اساسي للابتعاد من هذا الاشكال الوباء هذا ان شاء الله ونظن بلي المواطن اصبح واعي تدريجيا وستوفر هذه الكمامات في السوق ونمر الى مرحله اخرى ان شاء الله. بخصوص التمديد من فضل معالي الوزير، اكدتم التمديد الى غايه 15 يوم اضافيه. 15 يوم اضافيه. الى غايه 30 ان شاء الله. احسب كان عندك الحساب. شكرا معالي الوزير، يعطيك الصحة.